السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح اول فيديو للمادة. اول فيديو للمادة هو بحكي لي عن الفورس ميثود. طبعا الفورس ميثود هي طريقة كثير سهلة وبسيطة، ولكن فيها مشكلة واحدة طويلة، بتحتاج حل طويل، بتحتاج انه تكون فاهم الفيرتشوال وورك من الاستراكشر 1. فاذا انت مش فاهم الفيرتشوال وورك من الاستراكشر 1 راح تتغلب جدا. لكن احنا على فرض انك مش فاهم، احنا راح نطبق بروسيجر معينة احنا نسويها. هسه كان هذا اول فيديو بالماده، اول طريقه حل بالماده عشان اوجد الرياكشن للانديتيرمنت ستراكشر. انه نعرف بالستاتيك وبالستراكشر 1 نحكي البيم لازم يكون مثلا فيكست لحاله، نقول مثلا يكون بين رولر، يكون مثلا بين رولر وكمان بين بس في انترنال هنج، كنا زي هيك نسوي. راح تحكي لي تمام، بس بالستراكشر 2 راح يكون في عندي انديتيرمنت. انا هسه طريقه الانديتيرمنت في عندي انا اربع طرق للحل. الطريقه الاولى اللي دائما ببلشوا فيها الدكاتره اللي هي الفورس ميثود، اللي هي شابتر 10 بالكتاب او شابتر 10. بعدين بيحكوا شابتر 11 اللي هو السلوب ديفليكشن، بعدين بيحكوا لي عن المومنت ديستريبيوشن، بعدين بحكي لي عن ستيفنس ميثود الماتريكس. طبعا في طرق ثانيه بكتب ثانيه موجوده، زي مثلا الثري مومنت ايكويشن، هاي نفسها نفس السلوب ديفليكشن، بس الفرق فيها انه بكون بحط السبورتات بدل فيكست فيكست بنحطهم بين وبين، ومعادلات ثانيه مش مهم كثير. بس هاي الطرق اللي احنا ممكن ناخذها. طبعا المومنت ديستريبيوشن والسب ديفليكشن للفريمات مختلفه شوي، بس ما راح تكون داخله معنا بهاي الفيديوهات بهاي القائمه، راح تكون داخل معنا فقط بالفريمات الثابته زي اللي فيها فيكسات كثير، يعني ما فيها كانتيليفر كثير، ما فيها مثلا زي هيك. راح اخذ فريم زي هيك انا، لا اذا بدي اخذ فريم زي هيك راح احط لك فيكست هون وبن هون. ليش؟ لانه في عندي سواي ومن سواي، انا هاي الشغلات كلها ما راح اشرحها، انا راح اشرح فقط بهاي القائمة التشغيل اللي هي Structure 2 2021، عبارة عن المادة هاي في عندي سواي فريم، كلنا نسواي فريم. نسواي يعني ثابت، يعني انت لا تشغل بالك، احنا راح ناخذ هاي. فالفورس ميثود كل هذول الطرق بيعتمدوا على شغلة واحدة، اني اوجد شيء اسمه Determinacy، اوجد Determinacy. Determinacy اخذناها بالستركتشر 1، اللي اخذ الستركتشر 1 بنعرف انه عندي شيء اسمه توتال وعندي شيء اسمه رياكشن وشيء عنده فريدم. التوتال اللي هي نمبر اوف جوينت ضرب 3، والرياكشن نمبر اوف رياكشن، والفريدم هي التوتال ناقص الرياكشن. يعني شوف عدد الجوينت شو مالهم، ضربهم بثلاث بتطرح منهم عدد الرياكشن. الرياكشن نعرف الفيكس 3 والهاي 1 والبن 2 والرولر 1. وفي عندي كمان اذا في عندي انترنال هنج نطبق هاي المعادله، الديجري اوف ديترمنسي هي الرياكشن ناقص 3، ممكن يكون مثلا زائد الكونديشن هي عدد الانترنال هنج. هذا شيء مشروع بستراكشر 1. فعندي انا الديجري اوف ديترمنسي اذا كانت 0 بكون ديترمنت، يعني بحل ستراكشر 1، كانت اكبر من 0 بكون انديترمنت. بساوي 1 بكون انديترمنت فيرست اوردر، سكند اوردر، ثيرد اوردر. فدائما كل الاسئله اللي بتيجي على الفورس ميثود اوجد درجه الديترمنسي. هسه بنرسم المومنت ديجرام، المومنت ديجرام اللي هو زي هيك، هذا كله ماخذينه بالستراكشر 1. هسا احنا هاي الطريقة لما بدنا نحل على الفورس ميثود عندنا ستيبات، عندنا ستيبات كالعادة. كيف الستيب؟ كل طريقة رح ناخذها في عندي ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 وهكذا. عندي أول إكزامبل، طبعا بنبلش دائما بالإكزامبل إنه يكون فيرست أوردر، يعني عشان الحل يكون قصير ونفهم محتوى المادة. طيب هاي الطريقة احكي لي، كان عندي أنا فيكس تو رولر، لاحظ إنه التوتال عندي عبارة عن 3 3 6، ليش؟ يعني عدد الجوينت ضرب 3. فهون ثلاث عندي 2 جوينت فستة. رياكشن عبارة عن فيكست يعني ثلاث، والرياكشن هون واحد أربعة. الفري بيكون ستة ناقص أربعة اثنين. هسا معادلة الاتزان في الديترمنسي ديجري أوف ديترمنسي هتساوي رياكشن ناقص ثلاث معادلات الاتزان بساوي واحد. فهاي الواحد هو انديترمنت فيرست أوردر. هسا كونه انديترمنت فيرست أوردر هسا بدك تيجي على الخطوة اثنين، دائما الخطوة واحد لازم تطلع ديترمنسي، إذا طلعتها غلط فأنت غلط. دير بالك اوجد ديجري اوف ديترمنسي. هسه الخطوه الثانيه بيقول لك ريليز، امسح امسح قوه، امسح قوتين، امسح ثلاث، امسح اربع. كم قوه امسح؟ بقول لك بكل بساطه بدك تمسح عدد الديجري اوف ديترمنسي،
يعني إذا أنا عندي indeterminate first order بالتالي بدي أشيل قوة واحدة. إذا عندي indeterminate second order بدي أشيل قوتين. indeterminate third order يكون عندي ثلاث قوة أشيلهم. راح أقول لك شو يعني من تشيل قوة. وعشان هيك تدير بالك لو هذا كان indeterminate 10 order السؤال راح يكون عندك طويل كثير. عشان هيك إحنا في عنا عدة طرق indeterminate مليار order، في عنا برامج، عنا معادلات. فإحنا هون كغرض تعليمي نادر ما يجي عندك أكثر من first order. فrelease one force، release one force هون بقول لك بما إنه first order راح أحذف قوة واحدة يعني reaction، بدي أحذف reaction، وإذا second order راح أحذف قوتين. هسا تشيل قوة، أنا في عندي هون الرياكشن كالتالي، أنت لازم ترسم رسمة الرياكشن، في عندي رياكشن هون، عندي رياكشن هون، عندي مومنت هون، وفي عندي رياكشن هون. أنت بتلاحظ هذا بيم، بيم حكيت سيجما اف اكس تساوي زيرو، تكون هاي اكس زيرو. أنت فعليا عندك 3 رياكشن بس بطلوا ثلاث معادلات اتزان، صاروا معادلتين اتزان، أنت لا تتخربط بهاي، يعني ثلاث معادلات اتزان هم سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما مومنت، صح؟ صح. هسه انا كوني اهملت الافقي قلت السيجما اف اكس، هاي في حاله البيم، بس في حاله الفريم لا بشطبش هذا الشيء. فانا فعليا عندي معادلتين ثلاث مجاهيل، فانا بحتاج معادله زياده. شو المعادله الزياده؟ اني اشيل قوه، اني اشيل قوه. فانا اجي على بالي اشيل قوه، يا بشيل الرياكشن هذا، بشيل الرياكشن هذا، يا بشيل المومنت اللي هون. انا اذا شلت واحد منهم بصير عندي ديتيرمنت بقدر احله، بس انا بمجرد ما اني شلته ففرق عندي كثير. السؤال ما راح احله طبيعي، يعني انت شو عم تتهبل علي؟ لا، فانت شو بدك تعمل؟ بدك تتبع خطوات معينه، بس اول خطوه بدك تعملها انك تشيل فورس، تشيل رياكشن من هذول الزهريات الثلاث، انك تشيل واحده. انا حسب ما انا حال هون شلت هاي، دائما انت تشيل واحده مناسبه، تشيل واحده مناسبه يعني افضل يعني. فانا بدي اشيل هاي هسه، يعني هاي شلتها. شو يعني هاي؟ لما شلت يعني اني شلت الرولر كامل، بطل في عندي رولر. فكيف صار عند البيم شكله؟ صار عند البيم شكله هيك. طب كيف كان البيم؟ البيم كان هيك. كيف البيم كان شكله؟ هسه اللي صار عندي هيك، تعرف شغله انه بدي افهمك كيف الفورس، شو الفورس ميثود، بدي افهمك الفورس ميثود عشان تعرف على اي اساس انا عملت هاي المعادلات اللي بدنا نستنتجها. هسا هذا البيم الديفليكشن كيرف له كيف؟ بتلاحظ انه بيكون زيرو عند الفيكست، الثيتا زيرو، بعدين بنزل، بنزل زي هيك، مقدار الديفليكشن، مقدار الدي. ما هذا يكون ديفليكشن له هيك، فلاحظ انه بمجرد ما اني شلت القوه حدث عندي ديفليكشن، حدث عندي ديفليكشن. عشان هيك انا في عندي معادلات راح تفيدني بالحل، معادلات راح استنتجها للحل. انا كيف بدي اخلي فريم هاف بيساوي هاف؟ ببساطه بقدر احكي لك انه بقدر اخليهم بيساوي بعض، وامسك فريم ثاني زي هيك، احط عليه قوه لفوق مثلا، قوه لفوق تدفش لفوق كان الرولر، يصير عندي الديفليكشن شيب له هيك. بحكي لك هاي الدي. فانا حكيت لو هاف زائد هاف الديفليكشن اللي هون بيساوي الديفليكشن اللي هون، شو بصير عندي؟ بصير زيرو. بصير كم يعني زيرو؟ فانا راح اعمل معادله اني اوجد الديفليكشن الناتج اللي من هون زائد الديفليكشن اللي ناتج من القوه هاي، بتعطيني زيرو. فانا عندي هاي بتكون مجهوله، هذا الديفليكشن بكون معي معلوم، فبصير عندي معادله يعني زيرو بتساوي ديفليكشن زائد مثلا قوه في كذا كذا كذا، بيعطيني زيرو. فالديفليكشن معي كيو اللي هي القوة اللي بدي اياها، وهي المعلومات معي، فانا بطلع كيو، فانا بطلع كيو. فهي هي مبدا الطريقة، انه انا اشيل القوة بنتج عنها ديفليكشن، اروح امسك بيم ثاني عكس عكس اللي انا فرضته، عكس يعني اذا هاك نزلني لتحت هذا انا اطلعه لفوق، وشو اعمل؟ واسويهم ببعض وخلص، او اسويهم بالصفر. طبعا بالامتحان كيف بدي اعرف افرض لتحت او لفوق؟ افرض زي ما بدك والسالب بيعكس الاشارة. تمام؟ تمام. طيب هسا انت هيك فهمت مبدا اساسي، بس لسه ما شرحت لك كامل بالتفصيل، نشرحه هون بالتفصيل. فانا بدي اشيل قوه، هسا بمجرد ما اني شلت القوه وانتج عندي ديفليكشن. هسا دائما تعرف شغله واحده، القوه اللي بشيلها لازم اسميها كيو، كيو
هاي المادة الدكتور بقولك سميها كيو 1 امتحانك بالجامعة ما سميتها كيو غلط، والقوة اللي بتشيلها أول سميها كيو 1، القوة اللي بتشيلها الثانية لو كان عندك قوتين بتشيل كيو 2. فأنت لا تحكي إنه هاي جوينت 2 تروح تسميها كيو 2 ببالك، تسميها كيو 1 إجباري، سميها ها كيو 1 مجرد ما أنا شيلت هاي فهاي كيو 1. فأنا كوني حذفت كيو 1 كوني حذفت كيو 1 فأنا أحتاج عندي ديفليكشن، يعني إن هاي كيو 1 هاي كيو 1 أنا شلتها، فبالتالي صار البيم لما شلتها قلنا صار زي هيك، فنتج عندي هون دي 1. أنا بدي أحسب الدي 1 هاي، هسه بنقول لكم كيف بدنا نحسبها. هيو حذفت كيو 1 بحكي دي 1 بتساوي 0، بحكي كيو 2 بتساوي 0، الانتفليكشن بتساوي 0. هسه بدي أحذف أنا الرولر رياكشن زي ما حكيت، لاحظ هاي الرسم اللي أنا حكيتها إنه البيم الأصلي بيساوي البيم هذا زائد البيم هذا، هذا الديفليكشن له هيك، هذا الديفليكشن له هيك، وجمعت هذا زائد هذا بيعطيني هذا. وهي الطريقة أخذناها بالستركتشر 1 اسمها السوبر بوزيشن، إن البيم أفصله لأكثر من بيم. فأنا طريقة الفورس ميثود والخطوط بتعملها، بتشيل قوة الرياكشن الزيادة عندي، بعدين شو بعمل؟ بحط بيمين، يعني بيم بسميه برايمري، بيم بسميه ريدندنت. بيم البرايمري بحط عليه نفس اللودات اللي بالبيم الأصلي بس بشيل قوة الرياكشن اللي شلتها. بيم الريدندنت بحط عليه بس القوة المجهولة، بحط عليها بس القوة المجهولة. هسا أي إشي بخص البرايمري معادلات المومنت بسميها كابيتال، وأي ديفليكشن إله بسميه زيرو، تمام تمام. وأي إشي بخص الريدندنت بسميه كابيتال سمول برقمه، يعني هذا الريدندنت الأول، ديفليكشن إله مثلا بسميه واحد. لو كان عندي بيم ثاني ريدندنت ثاني مثلا أحكي إيش معادلة المومنت إله أم سمول اثنين ديفليكشن إله اثنين، تمام. وراح يكون الرقم 0 زي ما حكيت، نسمي معادلة المومنت للريدندنت ام 1، بكون رقم ورقم القوة المحذوفة، يعني هذا الريدندنت الناتج عن شلت القوة الأولى فهذا الديفليكشن له 1، الريدندنت الناتج عن قوة 2 فبكون ديفليكشن 2. الديفليكشن عند الرولر يكون 0، ولكن عند البرايمري والريدندنت بكون له قيمة، احسبها بطريقة الفيرتشوال ورك. طب هسه أنا مجبور أحسبها بطريقة الفيرتشوال ورك؟ بقول لك لا، بتقدر تحسبها بالكونجكت بيم، بقدر أحسبها المومنت اريا ثيورم، بقدر احسبها بالانتجرال، بس احنا معتمد عندنا واغلب الدكاتره واغلب الجامعات بحسبوا على الفيرتشوال ورك، فاحنا لازم نكون متمكنين من الفيرتشوال ورك. انا ما راح اشرح لك فيرتشوال ورك هون، راح احل لك. فبكل بساطه احكي لك دي 1، دي 1 عباره عن دي 1 0 دي 1 1. شو دي 1 1 وشو دي 1 شو دي 1 0؟ دي 1 حكيت لك اللي هو الديفليكشن الناتج اللي عن شلت القوه الاولى، وكنا نسميه وحكينا انه هو 0. ايش 0؟ الديفليكشن اللي هون، يعني قصده انه هذا دي 1 يساوي هذا شو اسمه برايمري، صح؟ برايمري بسمي دي، الديفليكشن تبعه 0، او انه بسميه 0 لانه البرايمري رمزه 0 والريدندنت اسمه 1. طيب الديفليكشن هذا ناتج عن اي قوه؟ ناتج عن القوه الاولى، بحكي دي 1 0. زائد هذا redundant، redundant الرقم الثاني إلى واحد، والرقم الأول إيش؟ deflection الناتج عن القوة الأولى. يعني لو كان عندي بيم ثاني كدي redundant هذا الثاني وهو ناتج عن القوة الأولى، فالرقم الأول بيمثل لك القوة اللي هي نفسها Q، شو رمز Q؟ هي 1 ولا 2 ولا 3، هذا بسمي لك رمز redundant، رقم redundant 0 1 2 3 4. هاي المعادلة بسموها compatibility equation، أخذنا بالstrength مرة درس على شرح على strength، يحكي في عندي equilibrium equation اللي معادلات الاتزان، وفي عندي كمان compatibility equation، وهاي اللي حكيت عنها deflection before the deflection after، بتتذكروا والله اللي درس strength ودرس على شرحي بتذكر هاي المعادلة. هاي المعادلة هي نفسها دي 1 اللي هي 0 هيها، دي بيفور يعني قبل ما اشيل السبورت، وبس لما شلت السبورت على فرض انه من قبل ما ارجع السبورت، بيفور يعني بس مجرد ما شلت السبورت، والاس افتر لما حطيت قوه الرياكشن لها. تتذكروها اسئله الانديتيرمنت. بس لما نحسب دي 1 0 بقدر احسبها، دي 1 0 عادي فيرتشوال ورك، بحط هاي القوه هون او برسم هذا وبرسم فيرتشوال بيم وبحل. ودي 1 1 فيها مجهول اللي هو كيو 1، Q11 فيها Q1 مجهول. طب كيف بدي احسبها انا؟ Q1 مجهوله، نستبدل Q1
قوة 1 كيلو نيوتن، فتصبح دي 1-1. هسا شو اللي بصير عندي؟ بصير عندي كالتالي، هذا قوة مجهولة. أنا عشان أحسب وأطلع أرقام بقول لك Q1 هاي سميها 1 كيلو نيوتن، افرضها 1 كيلو نيوتن، يعني خليها فيرتشوال بيم فعليا، خليها فيرتشوال بيم، واحسب الدفليكشن اللي منها، وهذا الدفليكشن اللي منها أضرب بقيمة Q. طيب ليش عملت هيك؟ خليني أفهمك إياها، أنا لازم أفهمك الإشي كثير 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 ممتاز يعني تكون فاهمه. أنا لو حكيت لك لود عندي 1، لود مقداره 1، ونفس الـ EI إله البيم ونفس كل شيء، قلت لك هذا الديفورميشن شيب إله التالي، عمل لي مثلا ديفليكشن مقداره 5 سنتي. طيب أنا لو حكيت لك نفس البيم رسمته، نفس الخصائص ونفس الطول ونفس كل شيء، حطيت لك عليه لود 10، ليش 10؟ 2. الديفليكشن كم بده يصير؟ الديفليكشن بده يصير اللي هي 5 × 2 يعني 10، قيمة اللود. فأنا كل ما أزيد اللود بزيد الديفليكشن، يعني إشي معروف. فبالتالي لو أنا حكيت الديفليكشن اللي ناتج عن 1 كيلو نيوتن سميته F، فالديفليكشن اللي ناتج عن Q1 وQ1 ضرب F. أيوه زي ما حكيت، الواحد كيلو نيوتن أعطتني 5 سنتي، طيب العشرة كيلو نيوتن أعطتني 50 سنتي، الواحد كيلو نيوتن أعطتني F، فالQ1 كم بتعطيني؟ Q1 في F. هاي المعادلة اللي هون، هاي المعادلة اللي هون. فF دائما أي شيء اسمه F اللي هو الديفليكشن الناتج عن واحد كيلو نيوتن، الديفليكشن الناتج عن واحد كيلو نيوتن بضربه بQ1 وسط راحت، Q1 مجهولة. بصير عندك هاي بتجيبها من البرايمري بيم، ما عنديش مجهل فيه، F11 بتجيبها من 1 كيلو نيوتن، Q1 مجهولة، وهيك بطلع Q1، وهيك بتخلص طريقة الفيرتشوال وورب. طريقة الفيرتشوال وورب بتخلص، ما له هذا. بتخلص طريقة الفيرتشوال وورب. فأنا شو عملت؟ كتبت المعادلات، كتبت الكومباتيبلتي إيكويشن على أي حل. بس كيف بدي أحل؟ أنا وجد دي 1-0 هي معادلة الـ M capital في الـ M small على AI، معادلة الـ F11 عبارة نفس معادلة الـ virtual M1 في M1 على AI. أيوة يعني بدي تأخذ قاعدة، أنا هي مسميها 1-0-0 بس اللي M capital، الواحد بسمي لي M1 small، نعم M1 small. أنا لما طلع M1 small هي نفسها هاي وهي نفسها هاي، يعني بتريح حال، يعني واحدة بتريح حال. فدي دي 1-0 زي ما حكيت، وF11 هاي تحطوا التكامل أخذناهم بالفيرتشوال وورك، راجع الفيرتشوال وورك لو مش فاهم. بس نوجد معادلات المومنت، توجد معادلات المومنت على الشيء الأسهل عليك، يعني أنا لو قطعت هون هسه أنا وين أوجد الديفليكشن؟ أوجد الديفليكشن مكان ما شلت السبورت، مكان ما شلت السبورت يعني هون، يعني بدي أحط 1 كيلو نيوتن هون، أحط 1 كيلو نيوتن هون مثلا. فبالتالي بحل بس البرايمري بيم عليه لود موزع. هسه لاحظ انه لازم بالفيرتشوال وورك مكان ما قطعت بالبرايمري بدي اقطع بالفيرتشوال بيم. فالبيم هذا عدلت المومنت له سالب اكس ار تربيع طلعتها، والناتج عن 1 كيلو نيوتن عباره عن كم؟ اكس. شو بعمل انا؟ فام1 هاي خلص هي نفس، يعني هاي هذا البيم، هذا البيم خلاله بقدر اطلع دي 1-0 في حال يعني ضربته بالام كابيتال، وهي نفسها هذا. يعني فعليا انا ما بوجد معادله المومنت 10 مرات، مرتين، ما راح اوجد معادله المومنت اكثر من مرتين اذا عندي قطع واحد، يعني كل قطع بس معادلتين راح اوجد، ما راح اوجد اكثر من هيك. هاي الواحد كيلو نيوتن وحليت عوضت، فطلع الديفليكشن عند دي 1-0 كذا، اف 1-1 كذا، طبقوا معادله الكومباتيبلتي تطلع مع قيمه كيو 1 3.75 في نفس قيمه الرياكشن. طب لو طلع سالب، يعني لا تحت، لو طلع سالب يعني لا تحت. هسه السؤال صار ديتيرمنت، بقدر احل عندي صفه، هذا هاي صارت زي كانها قوه خارجيه، هذا مومنت وهذا رياكشن، حل طلع معك المومنت. بس لو بدي احل السؤال وكان بدل ما اخذ الرولر رياكشن بدي احذف المومنت رياكشن، يعني انا بدي احل السؤال مره ثانيه، بدل اشيل قوه الرياكشن هذا، قيمه المومنت رياكشن، شو بيختلف عندي الحل؟
نادر ما يجيك بالامتحان او بالدكتور هاشم يعني، بس انا بحب اعطيك افكار يعني عشان يكون عندك معلومات عامه. انا بدي اشيل المومنت، بصير عندي هو عباره عن بين رولر شكلي تمام، بس الديفليكشن اللي راح يصير عندي هو عباره عن روتيشن. روتيشن يعني ايش؟ سلوب. فانا هنا راح اوجد مش راح اوجد ديفليكشن، راح اوجد سلوب. انا راح اسمي الدي هي السلوب يعني. فهون بما انه راح احذف الفيكست حيطلع رياكشن افق وعمود، يعني الفيكست بصير بين، لازم تنتبه الشكل راح تغيره. ودائما جميع الريدندنت شكلهم مثل البرايمري، فانا مجرد ما البرايمري مثله هيك الريدندنت لازم هيك. فبالتالي هذا شو بعمل؟ بطلع له رياكشن، بطلع له رياكشن عادي طبيعي. ومعادلة المومنت له كذا، ولاحظ انه هون ما احط 1 كيلو نيوتن، حطيت سلوب، يعني انا بدي اوجد ثيتا، بس انا ما مش واجد ثيتا. اوجد الرياكشن اللي من ناتج من المومنت هذا، بيطلع معي خمس وسالب خمس. وهذا المومنت الناتج عن الفيرتشوال بيم، المومنت معادله المومنت الناتج عن الفيرتشوال بيم اللي نفسه ام1، عوض بالكومباتيبلتي دي 1 0 كذا اف 1 1 كذا، حليتهم مع رياكشن المومنت 6 وربع. لاحظ لما حليته يدوي فوق مع 6 وربع نفسه، يعني ما بفرق معك بالحل، 6 وربع حل طلع معك 3.75. هاي اول طريقه اللي هي الفورس ميثود. يعني هون الفورس ميثود للبيم خلصت، ما راح يجيك اصعب من هيك، بس احنا راح نشرح امثله اكثر يعني. ان شاء الله لو الفيديو قعد ساعه راح نضل نشرح. انا في عندي البيم وعندي التراست يعني، والفريم نفس البيم ما بفرق معي. بس زي ما حكيت لكم فيرتشوال ورك لازم تتمكن منها، ولا ما راح تعرف تحل، ما راح تعرف تحل. هذا البيم، هذا البيم في عندي رولر، رولر وبين. في عندي انا اكشن 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 ساكن فوق زيرو، عندي ثلاث رياكشن. طبعا كيف بدي احلهم؟ يعني انا لو اخذت المومنت هون مجهول، اخذت المومنت هون هذا مجهولات، واخذت المومنت هون مجهولات، بالتالي في عندي مجهول زياده، فانا بدي اشيله. فانا بقدر احل السؤال اني اشيل هذا او اشيل هذا او اشيل هذا. لا هذا ممنوع اشيله، هقول لك ليش لما نخلص الطريقه. ممنوع اشيله بارك. طيب اشيل هذا يا اشيل هذا، مين الاسهل؟ شيل اللي بدك اياه، شيل اللي بدك اياه، بس انت جيب هالمنطق. لو انا شلت هذا برايمري بصير عندي فيه كنتليفر والريدندنت يعني، فبصير عندي القطع اسهل، بصير عندي القطع اسهل. اما لو شلت هذا بصير عندي بين رولر، فبصير عندي دوجت رياكشن وكذا. انا مش ذاكر شو شلت هون، انا شلت اللي بالنص عادي. انا قلت لك تقدر، انا بعرف اتحله مرتين بس مش مشكله. فيرست اوردر، فانا الخطوه الثانيه ريليز 1 فورس اللي هي كيو 1، شلت انا كيو 1 بعدين طبقت معادله شوف يعني بدون ما ارسم هون الديفليكشن كم بده يصير وهون الديفليكشن كم بده يصير، خلاص انا يعني هذا الديفليكشن له كيف، الديفليكشن له هيك مثلا. هذا الديفليكشن له هيك، ليش لما شلت السبورت وصار الديفليكشن مثلا له هيك، وهذا الديفليكشن مثلا هيك. فالديفليكشن اللي هون زائد اللي هون بيعطيني الزيرو اللي هون. يعني ما فيش داعي ارسم ديفليكشن، خلص انت زي اللي احفظها يعني، خلص طبق نفس البروسيجر. حل هاي الرياكشن من البرايمري. هون شو اللي بيفرق عن السؤال اللي قبله؟ هناك كنتليفر ما اضطريت اطلع رياكشن، هون بتضطر تطلع رياكشن للبرايمري ولا الريدندنت. هاي طلعت معادله المومنت، طلعت معادله المومنت الكابيتال. نلاحظ انه هون راح يكون عندي ثلاث معادلات، ثلاث قطوع. اوجد الثلاث معادلات، بعدين المعادلات الريدندنت نفس الشيء تقطع ثلاث مرات. حطيت نقطة هون ليش؟ عشان هون كان في لود بالبيم الأصلي، وإحنا دائما بطريقة الفيرتشوال وورك إذا قطعت هون بدك تقطع هون بدك تقطع هون، نفس القطوعات ونفس الأوريجن. فحليت طلع عندي دي 1 0 كذا. فلاحظ أن عندي ثلاث قطوع، فالديفليكشن هو ناتج ثلاث تكاملات 100%. فهي دي 1 0 والاف 1 1، شوف الاف 1 1 ما أسهلها، بس كل واحدة بربعها زي ما هي يعني. بس معادلة الريدندنت الواحدة بربعها، معادلة الام سمول يعني، يعني مش زي هون بضطر اطلع ام كابيتال، لا هون مباشر ام 1. ام 1 اللي جبتها من هون هي نفسها هون، يعني ما فيش داعي اني اطلع مرتين. اعطى طلع مع الرياكشن هذا، ما هذا طلع معي خلص حلت، بطلع الباقي يدوي.
الفيكست بيم راح تلاحظ لما نيجي ناخذ السلوب ديفليكشن والمومنت ديستريبيوشن راح تحكي في عندي سالب دبليو ال تربيع 12 سالب دبليو ال تربيع 12 دبليو ال تربيع 12 موجود. طب هذول انا كيف جبتهم؟ انا هذا السؤال هورجيك كيف جبتهم. اتمنى القوه الافقيه شلت قوه شوف هذا سكند اوردر فانا شلت قوه ومومنت شلت قوه ومومنت صار عندي 3 ريدندنت واحد برايمري. فالمعادله شوف كيف صارت ديفليكشن الناتج عن الكيو 1 عباره عن كيو 1 0 زائد اف 1 1 في كيو 1 دي 1 1 يعني ودي 1 2 اللي هي اف 1 2 في كيو 2. لاحظ كيف الضرب بصير هنا في عندي 2 بضرب بهاي دي هون 1 هون 1 0 ما فيش عندي كيو اصلا دي 2 0 زائد اف 2 في كيو 1 2 2 في كيو 2 الدي 1 0 هو الديفليكشن هون والدي 2 0 هي الديفليكشن السلوب هون يعني فانا بدي اوجد السلوب والديفليكشن هون البرايمري معادله الام كابيتال كذا ريدندنت الاول كذا ريدندنت الثاني كذا هيك انا طلعت هسه كيو 2 بدلتها بمومنت حليت حليت معادلتين مجهولين طلع معي كيو 1 2 لاحظ انه هاي عباره عن دبليو ال تربيع 12 2 4 12 2 فيها 6 فيها 2 فيها 3 لاحظ انه قوانين الدبليو ال تربيع 12 من وين اجت؟ اجت من هون اجت من هون بعرف اني مش شارح كيف المعادلات اجت لانه انت بدك تكون متمكن يعني هذا شوف التكامل هذا هذا هاي معادله البرايمري وهي معادله الريدندنت هاي معادله فهي اف 1 1 الاف دائما اما وبتعرف شغله واحده اف 1 2 هي نفسها اف 2 1 يعني ما فيش داعي تطلع اف 2 1 واف 1 2 مرتين هحط لك نوت هون هسه في اخر فكره على الفورس ميثود عباره عن لما انه ممكن يجي يحكي لي شو الاشياء اللي بدك تشيلها او كيف شكل البرايمري بعد ما تشيل. هسه الطريقه مهمه جدا. كيف يعني مهمه جدا؟ هسه قبل شوي اذا بتتذكر فوق شو حكيت لك؟ حكيت لك بهذا البيم اذا شلت البن او شلت الرياكشن الافقي بقول لك غلط في راح تسال حالك ليش فهين راح اقول لك ليش. لما بدك تعمل برايمري ستراكشر لازم تخلي البيم ستيبل تركز على ستيبل يعني هذا البيم في عندي انا بين رولر 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 فرض انه فريم وشلت الرياكشن افق اللي هون شو راح يصير عندي؟ صار عندي كله رولرات رولرات يعني هيك 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 في البرايمري بصير غير متزن كيف بدك تحله؟ فبالتالي لما بدك تشيل لازم هاي فهون بقول لك give 3 primary structure using force method يعني ارسم لي 3 primary structure استعمال force method يعني شو الاشياء اللي بدك تشيلها؟ هسه هذا ماله determined second order فانا بقدر اشيل السبورتين هذول هاي اول برايمري بقدر اشيل السبورتين هذول وبقدر اشيل السبورت هذا والسبورت هذا يعني بقدر احله بثلاث طرق بقدر احله بثلاث طرق بس دير بالك انه تشيل هذا لازم احذف قوتين يعني. فشوف اول برايمري هيك شكله هاي معادله البرايمري الاول هلا طلع دي 1 0 اللي هون يعني زائد اف 1 1 في كيو 1 زائد اف 1 2 في كيو 2 هاي المعادله الاولى. المعادله الثانيه دي 2 0 من ديفليكشن اللي هون ريفليكشن يعني انا بحط شغل ورك هون وبحل هذا الثاني برايمر شلت اللي جنب بعض هذا برايمر شلت اللي بالنص هذا برايمر شلت اللي جنب بعض هذا 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 لا مش انا ستيبل ستيبل لانه هذا الرياكشن. الشيء الثالث طبعا انا بقدر الشيء الثالث كمان اني اشيل الرياكشن اللي هون مثل الرياكشن اللي هون او اشيل الرياكشن اللي هون والرياكشن اللي هون بس انتبه انه هذا الرولر يصير هيك هذا بصير رولر لما يصير عندي رياكشن افقي بس بدون بن فهو رولر فيرتيكال رولر بسموه. هذا الفريم جيف 3 برايمري ستراكشر للفريم لاحظ هون عندي فيكس تو بن انا بدي اشيل قوتين اشيل قوتين كيو 1 هاي كيو 1 وهاي كيو 2 فبدي اشيلهم في عندي ديفليكشن ناتج من هون وعندي ديفليكشن ناتج من هون فانا بدي احسبهم الاثنين قطع هون مره هون مره وهون مره فثلاث قطع بالبرايمري ام 1 كابيتال ام 1 قصدي ام كابيتال وبعدين هون هاي الشغله اللي صارت هون هون
one small هون m2 small. أنا أول معادلة تبعت d10 هي m capital في m1 small. هاي معادلة m1 في m1 يعني m1 تربيع. هاي m1 في m2. هاي m1 capital لأنه البرايمر الأول. البرايمر الثاني فيش داعي برايمر ثاني يعني بدون m1 capital. m2 m في m2 هاي نفسها هاي فيش داعي أطلعها. هاي m2 في m2. m2 يعني أوجد معادلة المومنت اللي هون. هاي يعني m2. هاي يعني m2 المعادلات اللي هون. m1 و m2 المعادلة اللي هون اضربهم بالمعادلات اللي هون. فعندي 3 primary structure. أول primary إني أشيل الاثنين هذول. ثاني primary يمكن أشيل الرياكشن المومنت والرياكشن اللي هون. شوف ظل ستيبل. طيب هذا اكزامبل على الانديتيرمنت سكند اوردر فريم. لاحظ انه هذا سكند اوردر بالتالي بدي اشيل تو فورس ريليز تو فورس. ركز عشان تعرف انه في اسئله بتيجي بالاونلاين لك شو الاشياء اللي تشيلها رياكشن تشيل ممبر في حاله تراس او كذا. طبعا التراس راح نشرحه فيديو لحال. فستيب 1 طلعت الديتيرمنسي فبدي اشيل قوتين فانا فرضت بدي اشيل هذول القوتين. فمعادلات الاتزان 1 0 او 1 0 1 1 1 2 10 2 1 2 2. هسه معادلات بقطع مرة هون باخذ هاي الجهة مثلا بقطع مرة هون باخذ هاي الجهة. طلعت معادلات البرايمري سميتهم M capital. زين بعت على الريدندنت هذا اللي حطيت 1 كيلو نيوتن هون شو صار معي؟ طلعت المعادلات M1 capital M1 small قصدي. بعدين طلعت المعادلات إذا اللود الواحد كيلو نيوتن أفقي طلع واحد كيلو نيوتن أفقي فشو عملت؟ طلعت الـ M2 small. بعدين عملت تكاملات M1 capital في M1 small. أنا عندي قطعين فكل معادلة لها تكاملين. فهي التكامل الأول F1 1 يعني M1 تربيع زائد M1 تربيع فيها F1 2 يعني M1 في M2 معادلات الناتجة من الحاضر يعني المعادلة هاي المعادلة هاي المعادلة هاي في المعادلة هاي بيعطيني M12 أو F12 D2 نفس الإشي هكذا طمع Q1 كذا و Q2 كذا سالب يعني أنا فارض ل Q1 كنت هيك فهي بالأصل هيك لليسار. هيك إحنا خلصنا الفورس ميثود. في عندي فورس ميثود للتراس راح شرحها في فيديو لحال ما نطول عليكم الفيديو هذا. أعطيكم ألف عافية.